يا من يقع بالذنب ويتساهل، القضية مو ذنب صغير ولا ذنب كبير، القضية من تعصي. يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى من عصيت. ويقول الفضيل رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله. عظم الذنوب في قلبك، اجعلها كبيرة. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك.